النهارده ويمكن في ساعات الفجر الاولى تم انطلاق التشغيل التجريبي بالركاب لخمس محطات مترو جديده. المرحله دي بتمتد من محطه التوفيقيه ولغايه جامعه القاهره، مرورا بشارع وادي النيل وجامعه الدول العربيه وبولاء الدكرور. في الحقيقه انا بحب النوع ده من انواع التقارير اللي لسه متصور، يعني احنا بنتكلم من الساعه 5 الفجر، يعني صورناه وجينا منتجناه، والكاميرا صباح الخير اللي كانت موجوده ورصدت بصحبه زميلنا رامي محمد العمل في أهم محطات، يمكن كلمة جامعة القاهرة جامعة الدول العربية، محطات مهمة جدا 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 بالنسبة للمواطن المصري وعارف قيمتها كويس. خلينا نشوف اللحظات الأولى لأول تشغيل تجريبي لهذه المحطات. عند دقات الساعة الخامسة من فجر اليوم انطلقت عربات مترو الأنفاق من محطة جامعة القاهرة التبادلية لافتتاح خمس محطات مترو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث والتي تعتبر آخر مراحل الخط. والله مشروع جميل جدا، وكفاية انه ربط البلد كلها، اتصرف عليه فلوس كتير بس الشعب هيستفيد جدا جدا جدا، وربنا يوفق وزارة النقل انها تعمل حاجات يعني بتفيد الناس كلها، وربنا يا رب يوفق الحكومة انها تعمل كل خير للناس. والله بالنسبة لافتتاح محطة مترو القاهرة الجديدة ده مجهود كويس جدا من الدولة، مشكور عليه، وفرت علينا وقت ومجهود بالنسبة لسعر التذكرة حلوة كويسة بالنسبة لأي راكب عموما، وفرت وقت كتير كمان يعني في الوقت وماديا وكده يعني. وفي جولتنا الميدانية بالمحطات الجديدة رصدنا نسب التنفيذ بخطوط السير من محطة جامعة القاهرة وحتى محطة التوفيقية والتي تمتد بطول 7 كيلومتر مرورا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية. بصراحة وفرت وقت كتير ومجهود بالنسبة لكبار السن كمان، يعني انا كنت بنزل اغير من العتبه وعشان اروح هارون في مصر الجديده، دي وفرت لي وقت تغيير ونزول وطلوع، دي احسن. الاسعار مناسبه جدا يعني، انا بركب ب 4 جنيه كبار سن، ما اعرفش بقيه الاسعار بقى هتبقى ايه، بس هي سعر مناسب. ده احسن حاجه وتسهيل لكل الركاب وتمام التمام يعني، وانا كنت بغير من العتبه ودلوقتي اسهل لي انا بكتير. وتشمل المرحلة الجديدة من مترو الأنفاق خمس محطات، ثلاثة منها محطات نفقية ومحطتان علويتان، وبذلك يصل الخط الثالث من محطة عدلي منصور التبادلية المركزية بالسلام حتى محور رود الفرج وجامعة القاهرة.